عليكم خوتي المغاربه خوتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال البارح الخوت اثر بزاف على الجلاد والخبيت مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف الحموش، خرجوا من الجحر ديالو. الحقيقه تؤلم هاد الجلادين، تؤلم هاد النصابه وهاد المجرمين وهاد الخونه. لذلك فهو خرج بكل الثقل ديالو وخرج جميع العبيد، جميع المندسين ديالو، جميع الابواق الحموشيه وزيد عليها المنصوريه كذلك، كلهم خرجوا كيهاجموا فينا بواحد الروايه ديال اننا كنكذبوا وهذا الشيء كذب، وان هذاك المثلي ما عمرو قال داك الشيء في الملك وهذا الشيء كامل ما كاينش، وان هذا الشيء درناه لان هذاك المثلي خرج وفضح المعارضه ديال الخارج وبين انهم هما اللي كيمولوه وهذا الشيء. وهو هذا المثلي نور زينو اش فضح من غير الحموشي ومن غير النظام الديكتاتوري الخبيث، هذا هو اللي فضح، هذا الشيء اللي تفضح. اما ما كاين حتى شي معارض اللي تفضح. واش هذا السيد هذا جبد لينا شي دلائل على التمويل اللي قال لك كيمولوه الناس؟ يا قال لك المعارضه كتمولو. واش جبد لينا شي تسجيلات فيهم تيقولوا ليه خاصك ها شنو تقول على الحموشي وها شنو تقول على المؤسسات؟ هذا الشيء كامل ما كاينش، هذا الشيء ما منه والو. ايوا اش فضح؟ هو فعلا فضح وفضح مزيان، ولكن ما فضحش المعارضين، هو فضح الجلاد والخبيث مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف حموشي. هادشي راه كيضحك الخوت، والله الخوت الى هاد الافلام ديالهم كتضحك والله العظيم. ايوا شنو اللي هنا تفضح وتعرى؟ هو الجلاد والخبيث مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف حموشي، وخصوصا الملك المفترس. الملك المفترس التعريه اللي تعرىها في هاد القضيه هادي، ما بعدها تعريا. وهاد الجلاد عبد اللطيف الحموشي اكد المثليه الجنسيه ديال الملك المفترس. هادشي اللي كيبان الخوت، هادي هي الحقيقه. هادشي راه اكدوا الحموشي وحنا غنوريه لكم وغنبينوه لكم. اليوم كلشي غادي يتفضح، هادشي المخبي وهادشي المستور اليوم كلشي غادي يتعرى. اذا الخوت قلت لكم الحموشي الخبيث، هاد المخرج ديال الافلام البائسه، افلام البورنوغرافية والافلام البائسة والافلام المثلية التخربيق ديالو، هذا الموسخ هذا خرج لنا جميع العبيد والمندسين كيدافعوا على هذا نور زينو المثلي، وكيقول لك ان هذا الشيء راه ما كاينش. ايوا اليوم الخوت غتسمحوا لينا غادي ندوزوا لكم فيديو غتشوفوا بعينيكم غتشوفوا وغتسمعوا بودنيكم، وغادي تسمحوا لينا الخوت على هذا الشيء هذا اللي غتسمعوه، لان هذا النظام الديكتاتوري كنعاود نقولها لكم، هذا عبد اللطيف الحموشي خارج ومخرج العبيد تيكذبونا، تيقول لك حنا كنكذبوا. وهذا حنا اليوم مضطرين نسمعوكم، وغادي تشوفوا اشنو كيقول هذا المثلي نور زينو على الملك. غتسمعوا بودنيكم، وهنا اللي كيتفرج مع العائله ديالو ولا شي حاجه يحاول يمشي يتفرج بوحديته، يمشي يتفرج بوحديتو، لان الخوت غادي تسمعوا كلام خايب. غتسمعوا الحقيقه اللي قلنا لكم، غادي تسمعوها الخوت وغتشوفوها بعينيكم، باش ما تقولوش حنا كنكذبوا عليكم، وباش تعرفوا خصوصا هذا النظام الديكتاتوري وهذا الجلاد عبد اللطيف الحموشي اشنو جايب لكم المغرب. لان هذا السيد هذا المثلي نور زينو اللي لقينا عنده جنسيه جزائريه، وهنا غادي نفتح واحد القوس. حنا ملي كنقولوا انه جزائري الجنسيه، حنا راه ما قلناش انه تابع للنظام الجزائري. حنا اللي قلنا وشرحنا هو السيد كيحمل الجنسيه الجزائريه. شنو بغيتو نقولوا عنده جنسيه ديال شي بلاد اخرى؟ حنا هنا في هذه القناه كنقولوا الواقع، سيد جزائري الجنسيه، ولكن خدام مع النظام الديكتاتوري الاجرامي المغربي. راه كاينين بزاف ديال الناس حاملين الجنسيه الجزائريه وخدامين للمصلحه ديال هذا النظام الخبيث المغربي. وهنا كنعاودوا نوضحوا هذا الامر، لان النظام الديكتاتوري المغربي دائما يتهمنا بالعماله للجزائر، وحنا ما عندنا حتى علاقه مع الجزائر. حنا الواقع تنقولوه في المغرب اولا في الجزائر فيما بغى يكون. اذا وهذه مده سنين وسنين، وحنا تنقول لهم هاتوا من دليلكم وجيبوا لنا الدلائل. صح، حنا كنجيبو لكم الدلائل كنحطوهم لكم،
وانتم هذه 70 عام كتقولوا لنا خدامين مع الجزائر وما جبتوا حتى شي دليل، ما جبتوا حتى شي معامله، حتى شي تحويل بنكي، حتى شي لعيبه، ما كاين والو. اذا كاين غير الهضره. انتم المجرمين، النظام الديكتاتوري، انت اللي كتعامل مع جميع الاجناس، وانت اليوم كتعامل مع جزائري مثلي باش تضرب به المعارضين. الساعه صدقتوا انتم اللي مضروبين من الداخل عندكم. اذا النظام الديكتاتوري الحموشي يستعين بمثلي جزائري الجنسيه، جايبو كيقدموا للمغاربه على اساس انه مثلي مغربي، يعني الناس المعارضين اللي بالخارج كيحرضوه وكيعطيوه الاموال باش يضرب في الحموشي وفي المؤسسات. وهنا هنا غادي نوقفوا وغادي نخليوكم غتسمعوا بودنيكم وغتشوفوا بعينيكم، ومن هنا تشاهد الحموشي يسمع ويتفرج ويتنزه مع راساتو. اللي حدا شي واحد من العائله يبعد، يدير الكيد، يتصنت بوحديتو. ولد القحاب قال لكم بان الامارات المؤمنين اللي غيصلي بكم يا ولد القحاب يتحوى بالليل مع الزعيطه، هادش قال لكم الاسلامي ولد القحاب، يعني اسلامكم تهضروا عليه. الاسلامي صنع اللي جاب هذا اللي صنع محمد السادس، يا اسلامكم تهضروا عليا ولد القحاب. ديما تنقول لكم اخي الشعب يهضر على الاسلام والشعب، نتوما الشعب النفاق والكذوب يا ولاد القحاب. نتوما خاصكم تعرفوا راسكم بانكم مجرد خماسه عند الحميد السادس، عند المستنيضيله، اوكي؟ كعلموا الوقت يهبطوا يشوفوا الشعب ديالهم شنو خاصو. الا ولد القحاب ما مساليش، حيت عنده الزعيطه تينيك فيه حويفي ما مساليش فيه. اذا انا الخوت كنعاودوا نقولوا لكم سمحوا لينا على هذا الشيء هذا، ولكن راه ما يمكنش، راه هاد الناس تهمونا اننا كنكذبوا، وهذا حنا كضروري مضطرين اليوم نحطوا لكم هادشي باش تسمعوا. اذا الخوت سمعتوا بودنيكم، شفتوا بعينيكم، هذا هو المثلي نور زينو اللي جابوا النظام المغربي الاجرامي الديكتاتوري اللي جابوه القلب الرباط العاصمه، من وسط الرباط، من وسط العاصمه، داير ندوه صحفيه وكيضرب في المعارضين، وباغي يغرق محمد زيان. محمد زيان هذا عبد اللطيف الحموشي، هذا الخبيث هو المسؤول، لانه هو اللي عنده مشكل مع المعارضين. وراك شفتوا كل شيء، الفيلم كامل كيفاش داير، كيضرب في المعارضين اللي كيضربوا في الحموشي، وابغى يغرق به زيان، لان زيان عرى الحموشي. هادشي اللي كاين، هذا هو الواقع. وهنا غتشوفوا الخطوره، ان عبد اللطيف الحموشي يستعين بهذا المثلي اللي هانتو ما سمعتوش تيقول في الملك محمد السادس، سمعتو بنيكم، وسمعتوش تيقول على الشعب المغربي كيفاش كيسب فيكم كاملين. وهذا الشيء كامل الحموشي ما عندوش المشكل، وكيجيبوا لك لوسط الرباط ويدير له ندوه صحفيه ويبدا يضرب في الناس اللي كيعريو عبد اللطيف الحموشي هذا الخبيث. اذا هنا الخوت، هنا كنعطيوكم التاكيد ديال الجلاد والخبيث مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف الحموشي، هنا كياكد لكم المثليه الجنسيه ديال الملك محمد السادس، كياكدها هذا بالدليل. اليوم ما يمكنش تقول لي انت عبد اللطيف الحموشي ما شفتيش هذا المثلي منين دخل المغرب، وانت عبد اللطيف الحموشي كتعاون اسبانيا، كتعاون فرنسا، كتعاون انجلترا، كتعاون امريكان، كتعاون البورت ايز، المريخ، زحل، هادشي كامل كتعاونو، كتقول لهم ها فين هو الارهابي، فين مخبي، راه ولد الحرام مخبي تما غادي يدير لكم شي لعيبه. انت كدير هادشي كامل، ايوا انت السيد شبع سبان في الملك، شبع سبان في الشعب المغربي، ايوا هاد الشخص دخل المغرب ودار لك من وسط المغرب والهانومان والهيلالا والندوه الصحفيه وخرج من المغرب، وانت ما درتي والو، وانت ما درتي والو، تقول لنا شنو دخل مخبي ما شفتيه؟ لو كان كاع يدخل مخبي خاصك تشوفو، انت العين التي لا تنام، انت حارس المملكه، انت كتسهر على المراقبة التراب الوطني، انت هو اللي كتستعن بك عطار في المونديال والعالم كامل والمريخ حتى هو وكل شيء، ايوا كيفاش ما شفتيش؟ وهذا ماشي دخل مخبي وخراج ونقولوا، خاصك تشوفوا
هذا داخل وداير ندوه صحفيه من قلب الرباط العاصمه. وشنو مدورين به تما؟ جميع الابواق الحموشيه والمنصوريه، ابواق ديال المخزن ديالكم يا المجرمين، ديالكم يا الخبثاء. ايوا هنا شنو غتقول في هذا الشيء؟ هنا شنو غتقول في هذا الشيء يا المجرم يا الخبيث؟ اذا هنا الخوت كنقولوها بصريح العباره، عبد اللطيف الحموشي كيأكد لنا بالدليل وبالحجه والبرهان المثليه الجنسيه ديال الملك محمد السادس. كاينش فيها المشكل، هادشي كيأكدوا لنا الدخول ديال هذا المثلي نور زينو اللي كيقول على الملك انه مثلي جنسي، والملك الرجال تمارس عليه الشذوذ الجنسي، ودخل المغرب ناس ضايفوه وداروا له ندوه صحفيه وخرج. اذا هذا دليل على ان داكشي اللي قال هذا الشخص هذا حقيقه، هذه الحقيقه والواقع. لان من غيدخل هذا السيد وما تابع ما حتى شي حاجه ودخل وخرج، اذا هذه الحقيقه. اذا السيد قال الواقع صافي. اذا الحموشي يعترف لنا ان الملك محمد السادس مثلي وكيمارس الشذوذ الجنسي، لان راه ما يمكنش هذا الشيء الخوت، راه ما يمكنش. وحنا في المغرب عندنا سعيد العالمي، سعيد العالمي كدوز 3 سنين الحبس. علاش؟ ما قالش هي الملك يمارسون عليه الشذوذ الجنسي، ما قالش الملك مثلي، ما قالش هذا الشيء، كان كضرب 3 سنين ديال الحبس. شوف عقبو 20 ما قالش لينا هذا الشيء، ما سمعناش كيقول الملك شاذ جنسي، الملك مثلي، الملك ينام مع الرجال، ماشي هيدا ينام، يمارس الجنس مع الرجال، ما قالهاش. كيضرب 15 عام الحبس. ناصر الزفزافي ما قالش هاد الهضره، يلا طلب سبيطار وجامعه، كيضرب توا 15 عام ديال الحبس. سليمان الريسوني ما قالش الملك شاذ جنسي، الملك مثلي، الملك يمارس الجنس مع الرجال، ما قالهاش. كيضرب شحال 4 سنين توا ولا 5 سنين ديال الحبس. عمر راضي، مول الكاسكيطه، بزاف، واخرهم محمد زيان. محمد زيان هو في الحبس، محمد زيان ما عمرنا سمعناه قال الملك محمد السادس كينعس مع الرجال. راه بزاف هادشي ما كيخش للعقل الخوت، حتى ما كيخش للعقل. واش هاد الناس كاملين مشدودين في الحبس، كيضربوا في الحبس، كيتعذبوا في الحبسات، والديهم، اولادهم، خوتهم، عيالاتهم، اولادهم وبناتهم، وهادشي على والو؟ هادشي على داروا تدوينه وهضروا وما عمرهم قالوا، ما عمرهم قالوا الملك محمد السادس مثلي، ما قالوش هاد الشيء. وباش تشوفوا الظلم والحقره، هاد الناس هادو ماشي خاصهم يخرجوا مباشره من الحبس؟ هاد الناس هادو ما خاص يبقى حتى شي واحد في الحبس، وحتى شي واحد ما خاصو يبقى في الحبس، حتى شي واحد ديال المجرمين. وفين كان الملك المجرم ومحمد السادس يا الخبيث؟ وفين كاش كتقول في هاد الشيء؟ وهنا اجي لهنا انت يا سي المنصوري، اجي لهنا يا الرشيوي، يا المجرم، يا النصاب، اجي لهنا اش كتقول في هاد الشيء؟ ما ترفعش التقارير للملك ديالك كله؟ واش هاد الشيء ما غترفعش التقارير للملك؟ ولا انت عارف صافي خاص تجي شي موضوع يخبي على الفضيحه ديالك، على هاد الفضيحه العالميه اللي درتي ديال اكبر فضيحه رشوه باوروبا، الهارب من العداله البلجيكيه. انت صافي خاص غير الناس ما تهضرش على الموضوع ديال ان عليك مذكره اعتقال دوليه، صافي تبقى مخبي، صافي خليهم كيهضروا على هادشي، خليهم يخبيو عليا. ونوض المسخ، ونوض المجرم رفع التقارير للملك، راه حنا هاد الموضوع غادي نبقاو نهضروا عليه يوميا حتى يخرجوا خوتنا من السجون. ما يمكنش، ما يمكنش بنادم داخل بتدوينه كيضرب 3 سنين الحبس، وبنادم تيقول على الملك نعس على كرشو انه شاذ جنسي، انه مثلي، ان الرجال تمارس عليه الجنس من المؤخره ديالو، وان هذا الشخص هذا الذي يمارس عليه تيجي يدير لنا فيها امير المؤمنين، والشعب المغربي كيتسب بهذه الطريقه وما كاين والو. والناس اللي ما عمرها قالت هذا الشيء راه كضرب في الحبسات، وهذا داخل خارج مع راساتو والدنيا هانيه ومن فوق هذا الشيء، وندوه صحفيه ومن وسط الريبه. يا المجرمين يا الخبثاء. وهنا غادي نتجه الى القطيع وهاد العياشه اللي كتعيشوا الملك الملك الملك، ها هو الهكم يسب امامكم. واش كتقولوا في هادشي العبيد؟ ياك حنا كتنعتونا بالخونه، الخونه ديال الملك، نتوما كتهضروا على الملك. واش حنا عمر شي واحد في هاد المعارضين قال هادشي في الملك؟
واش عمر شي واحد قال هذا الشيء هذا في الملك؟ وريو لينا. ايوا هنا قولوا لينا ياك نتوما ملككم ملككم امير المؤمنين ديالكم كتدافعوا عليه وكتردوا الناس خوان، ايوا اش كتقولوا في هذا الشيء هذا؟ ها هو الحموشي الخبيث دخل لكم واحد مثلي نور زينو، انتوما سمعتوش شي يقول في الملك، وهو خرجوا ما شدوا ما والو ما حاسبوا ما حتى شي حاجه الدنيا هانيه. ايوا اش كتقولوا في هذا الشيء هذا؟ شرحوا لنا. اذا هنا بغينا نسمعوكم، بغينا نشوفوكم اصحاب الفيديوهات كتهضروا على المعارضه الخارج، الخونه ديال الملك، انتوما خونه. ايوا اش كتقولوا في هذا الشيء هذا؟ اش كتقولوا في هذا الشيء المنافقين؟ ويا المنافقين، وهنا هنا هنا فين غنعرفوا الرجوله؟ فينكم هذوك العياش؟ انا بغيت هذوك العياش ودوك العبيد ودوك القطيع اللي كيضلوا يغوتوا. عاش الملك عاش الملك، ما تجبدش الملك الا الملك، الملك خط احمر، الملك خط احمر. ايوا هنا راه ما عاش خط احمر، هنا راه خط بنفسجي. ايوا شنو كتقولوا في هذا الشيء هذا؟ يلا وهذا الحموشي اللي مدخلو وانتوما يا العبيد نفسكم القطيع وهاد العياش اش كتقولوا؟ حموشي دولة الامان، الحموشي هو اللي عارف ليكم، الحموشي سد المغرب مامن، الحموشي كيامن المونديال، الحموشي عاون فرنسا، الحموشي عاون المريخ، زحل، الحموشي العائلة التي لا تنام. ايوا فين هي العائلة التي لا تنام؟ ايوا السيد دخل شنو دار له من وسط الدار عنده خرج الدنيا. ايوا فين وفين هو هذا الحموشي ديالكم؟ وفين هو هذا الملك ديالكم؟ ايوا شتيو هذا واحد ميتليش دار فيكم؟ ايوا شتيو ايوا شتيو. اذا بلا ما نطولوا كنعاودوا نتسناو الى غتحرك شي حاجه خاصها تتحرك من الشعب المغربي، وكنعاودوا نسالوا هذا النظام الديكتاتوري في هذا الشيء هذا خاصو يوضح لنا، خاصو يوضح لنا باش نفهموا باش نفهموا. اذا كنعاودوا نقولوها، يجب اسقاط هذه الملكيه المجرمه الفاسده، يجب اسقاط الملك المفترس ومحاكمته، وكذلك العصابه الحاكمه كامله، هاد الهاربين من العداله. راه اليوم عندنا ثلاثه ديال الهاربين من العداله. اولهم الشفار والنصاب الجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الملك الدكتاتور محمد السادس، الهارب من العداله الفرنسيه في الموضوع ديال التعذيب ديالي. الثاني وهو الجلاد والخبيث مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف الحموشي، الهارب من العداله الفرنسيه في الموضوع ديال التعذيب ديالي. وعندنا الثالث هذا اللي يلاه تزاد اللائحه، الخبيث والرشيوي مدير المخابرات العسكريه والخارجيه صديق الملك ياسين المنصوري. وكما وعدناكم دائما الخوت، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربة خوتي المغربيات، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقة المقبلة، السلام عليكم، مع السلامة.